واحنا بنتكلم النهارده عن اللوكال براندز. معانا واحد من الشباب اللي عمل براند الخاص بيه وعمل ماركته، محمد ايمن. ازيك يا محمد؟ ازيك الاخبار؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت عندك براند ميز. بالظبط. احكي لي اكتر عن فكرتها وجاتها ازاي. هو انا في الاول عشان انا كنت انا مثلا بعمل فيديوز، ستايلنج فيديوز وحاجات من دي، فمعظم البراندز كانت بتبعت لي ان انا اعمل لهم ستايلنج فيديو للحاجات بتاعتهم. فبدات افكر في الموضوع اللي هو طب ليه ما اعملش حاجه لنفسي؟ يعني معظم البراندز بتبعت لي عشان اساعدهم ان هم يظهروا اكتر، فقلت ممكن اعمل حاجه لنفسي احسن، وبالعكس انا كمان هيبقى عندي مقاومات اكتر ان انا اظهر لعدد اكتر من الناس. فوريد انا عندي خبره ان انا اصلا انا كمان موديل، فانا كنت بقى موديل لكذا حاجه في نفس الوقت، فكده كان عندي اكسبيرينس للحاجه عامه بتبقى ازاي. فعملت براند عملي. براند ميز دي براند بتعمل ايه بالظبط؟ براند ميز تي شيرتس، سويت بانس، جينز، كل الحاجات دي. فبدات ان انا جت الفكره ان انا اوكي طب تمام انا عايز اعمل براند. طب بدات افكر بقى اللي هو طب تمام انا هبدا بقى اجيب القماش، هبدا ادور على مصانع عشان اعرف اعمل حاجه كويسه. وريدي بدات، بس في نفس الوقت يعني جربت مع كذا مصنع، الحاجه ما تطلعش زي ما انا عاوز، فاجرب مع مصنع تاني. فكان في شويه خسائر في الاول، بس الحمد لله يعني وصلت لنتيجه كويسه نوعا ما فبدات بيها يعني. وبرضه بدات افكر ان انا حتى البراندنج نفسها، الفوت شوت نفسها تبقى مختلفه، تشد الناس اكتر، افكار مختلفه بحيث الناس تعجبها الافكار تشتري اكتر. وبس وعملت يعني البراند. ايه اللي شجعك انك تعمل براند؟ يعني هل شفت لوكال براندز تانية بتكبر وبتنجح فحسيت ان انا كمان اقدر اعمل ده؟ بالظبط. يعني في لوكال براندز كتير قوي في مصر الفتره ديت، يعني عندها حاجات كويسه جدا ممكن احسن مني كمان، فبصيت لها اللي هو طب اوكي انا ممكن اعمل حاجه في نفس الوقت ممكن تبقى احسن او ممكن تنافس الناس دي. مين كنت بتشوف او لغايه دلوقتي شايف ان هو مثلا تحب تبقى زيه من اللوكال براندز اللي وصلوا لحاجه كبيره او حاجه عالميه؟ ممكن من اللوكال براندز في مصر قصدك ولا حاجه بره مصر؟ في مصر وكبرت طلعت بره مصر. اوكي. هو في مثلا براند زي ان يور شو مثلا، براند زي اصيلي، الحاجات دي كلها بدات تطلع بره مصر وبدات تتشاف بره مصر اكتر، فدي حاجه كويسه جدا يعني. حابب ان انا في يوم من الايام ابقى طلعت بره مصر يعني. هل شايف ان في فكره كده ان كل الشباب جت فتره كانوا عايزين يعملوا براندز هوديز وسواتشيرتس والمش عارف ايه الحاجات دي؟ هي كانت موضه شويه اللي هو يعني ممكن اي حد معاه فلوس ممكن اللي هو يعمل براندز. كان شايف الموضوع سهل يعني، بس هو ممكن في اوله يبقى سهل، بس ان انت تكمل وان انت تعرف يبقى عندك يعني الكوميونتي بتاعتك، الناس ليك ناس يعني بتحب الناس تشتري من عندك، دي ما بتكملش مع معظم الناس. عشان كده معظم الناس اللي بدات تفتح لوكال براندز كانت بتقفل بعدها على طول يعني عشان الموضوع ده. في منافسه كبيره بين اللوكال براندز دلوقتي مع ماركات مثلا العالميه، ماركات الاجنبيه او كده؟ هو مش قوي يعني، بس حاليا يعني عشان برضو في مقاطعه وفي شويه حاجات، فالناس بدات تحب ان هي تجيب من لوكال براندز حاجات كلها صناعه مصريه افضل يعني للناس. لكن اكيد في فرق كبير قوي بين اللوكال براندز والبراندات الثانيه. طب لو اقول لك ككواليتي وكسعر مين بتشوف انه يكسب؟ ككواليتي وكسعر؟ لا هو اكيد البراندات بره طبعا. ككواليتي وكسعر، وكمان عامه معظم اللوكال براندز الاسعار بتاعتها ممكن تبقى بتنافس اسعار البراندات عامه يعني مش بتبقى ارخص كتير؟ لا مش كتير يعني، معظمهم في رينج معينه غاليه برضو بالنسبه للناس يعني. يعني انت راح هتشتري من لوكال براند ولا من ماركه عاديه؟ هو عامه انا ما بهتمش قوي بحته السعر على قد ما بشوف الكواليتي كديزاينز ككل الحاجات دي، بس عامه معظم الاسعار بتلاقيهم يعني قريبه من بعض كلوكال براند او كبراند عالمي يعني. طب طموحك ايه بالبراند بتاعك؟ هل تحب تطلع بيه للعالميه؟ هل نفسك تنافس براندز تانيه مصريه او اجنبيه او كده، ولا بس حاجات ليك انت وكده في الكوميونتي؟ لا هو اكيد طبعا حابب ان انا اكبر ميز اكتر وان هو يوصل بره مصر، اعمل بارتيشنز في كل حته يعتبر يعني. ايه الخطوات اللي بتعملها يمكن عشان تكبر مشروعك دلوقتي؟ هو عامه دلوقتي معظم الناس عشان تكبر وان هي توسع الموضوع ممكن تنزل مثلا، لو انت مش قادر ان انت تفتح مكان يعني للبراند بتاعك، بيبقى فيه زي شو رومز كده انت بتودي فيها الحاجات بتاعتك، وهو بيبقى زي ايجار شهري انت بتدفعه، والشو روم ده هي بتعرض لك الحاجه بتاعتك. فدي حاجه من الحاجات يعني. حاجه تانية بقى ان انت تبدا تماركت اكتر، ان انت تحاول تشوف بارتيشنز مثلا في دبي مثلا، السعوديه، الحاجات دي الاول، تشوف في الشرق الاوسط الاول ان انت تحاول تطلع بره، بعدها بقى لو في فرصه ان انت تطلع لاوروبا يعني وكده.
بتتبسط لما بتشوف شباب كتيره بتعمل لوكال براندز دلوقتي وبقى في بازارات كامله بس للبس الشبابي اللي بيتعمل؟ اكيد طبعا، يعني دي حاجه عامه مشرفه حتى مصر، اللي هو بقى في صناعه مصريه كبيره وبقى في براندات كتير قوي يعني بطريقه كويسه. يعني ايه اكتر تحس لبس الناس بتحب دلوقتي او الشباب اللي بتحب تعمله؟ هل ما زالت فكره الهوديز والحاجات دي ولا دلوقتي في حاجات مختلفه؟ لا، هو كده كده الهوديز معظمها، يعني هي الناس عامه كشباب يعني بقت مهتمه قوي بالاوفر سايز، الديزاينز، الشخبطه، الرسومات الكتير، كل الحاجات دي الناس بقت مهتمه انها تلبسها. يعني بتجيب حد ديزاينر معاك يرسم لك الحاجات تصميماتك؟ لا، هو معظم التصميمات بتاعتي بحب انا اللي اعملها بنفسي. يعني ترسمها؟ اه بالظبط. وبعد كده تروح لمصنع وهو ينفذها لك؟ اه بالظبط. ببدا بقى اجرب، اللي هو اشوف مثلا طب الديزاين دوت انهي طباعه تبقى احسن، مع ان الطباعات برضه مختلفه، فابتدي ان انا اشوف انهي طباعه تبقى احسن مع الديزاين ده، عشان مثلا الديزاين كبير، الديزاين مثلا صغير، ممكن مثلا بدل ما يتطبع يبقى تطريز، فبتفرق من الحاجه للتانيه يعني. ومع دراستك ده مش واخد من وقتك؟ لا 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 خالص يعني. فهو في الاول اكيد طبعا كان واخد من وقت كتير، بس انا مع الوقت يعني ببدا ان انا اخد خبره اكتر، واللي هو اسهل على نفسي الطريق يعني، ابقى عارف طرق احسن يعني. في من صحابك لسه تشجعوا بعدك ان هم يعملوا كمان براند كده او مشروع صغير مع الدراسه؟ اه اكيد طبعا، يعني في ناس كتير قوي من صحابي اتحمسوا يعني ان هم يفتحوا حاجه، واوريدي فاتحه. اه بالظبط.